الكفو الله العظيم. استمر وما عليك. طيب في واحد سؤال هنا يا اخي، والله اني اكتب السؤال 100 مره. اوكي انا كتبت، انا قلت لك انك انت رقم واحد في التيك توك وانت رقم واحد بصراحه. في واحد اللي قعيد احسن منه، قعيد رقم واحد، انت فايز محابي مع سعود، ايش تقول يا سعود؟ والله شوف قعيد ولد ديرتي وي واحد من ولد ديرتي، يمكن ذا اللي كتبه طال عمر ما هم من ديرتي اصلا، بس يجيك واحد صغير قال له فلان هذا في شيء وفلان هذا في شيء، انا قابله برا والله انه يسلم علي، وهو لا قابلني يسلم علي، وانا لا قابلته سلمت عليه. بس لو انا باجي مثلا اتكلم عن جمهوري واقول لا انا هذا جمهور هذا يتكلم وهذا جمهور، ولكن احنا ريجي اللي تقابلنا برا، ولا لو جاء شيء من امور الدنيا شوف ما عاد ينفع الا اخر اسم، احنا كلنا سعوديين يعني تحت رايه واحده، ما برامج دي ما تمني، البرامج هذه تعمر فتره وتروح. الله برافو عليك. لكن هذا تلقاه تعمر من الناس اللي تعمر ما عندهم شيء، ما في شيء من اهل الفتنه. لا ولا بفتنه، ليت في فتنه، ما في فتنه. طيب سؤال يا سعود، انت وين تقيم نفسك في هالبرنامج؟ لو قلت لك والله من ثلاثة أسماء أنت هل تكون رقم واحد، أنا رقم اثنين، أنا رقم ثلاثة؟ رقم ثلاثة. الله لك كفو. الله يطول عمرك. أنا ما أبي شيء، أبي الستر. الله يزيدك ستر. الله.